بحضور معالي الدكتور راشد أحمد بن فهد وزير البيئة والمياه، رئيس مجلس إدارة هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس، رئيس اللجنة التوجيهية لمبادرة البصمة البيئية. أعلنت هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس والشركاء الاستراتيجيون الرئيسيون لمبادرة البصمة البيئية في الإمارات عن نظام إماراتي للرقابة على منتجات الإضاءة الداخلية في دولة الإمارات العربية المتحدة. تم ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد في فندق القرم الشرقي في العاصمة أبوظبي بحضور عدد من ممثلي الجهات المختصة وممثلي وسائل الإعلام. دولة الإمارات انتهجت نهج الاقتصاد الأخضر تحت الشعار وتحت مظلة استراتيجية الإمارات التنمية الخضراء التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، واللي تعتبر نهج المستقبل لدولة الإمارات لبناء اقتصاد يحافظ على البيئة وكذلك بيئة تحافظ وتدعم النمو الاقتصادي. معروف دولة الإمارات أطلقت مبادرات البصمة البيئية منذ عام 2007 كثالث دولة على مستوى العالم بشكل طوعي تقوم بحساب بصمتها البيئية، وذلك لاعتبارات أن دولة الإمارات دائما تساهم وهي لاعب على المستوى العالمي في إيجاد حلول لقضايا عالمية. ألقى معالي الدكتور راشد أحمد بن فهد كلمته وقد رحب بالتعاون الفعال بين الحكومة والقطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية، وتم خلال المؤتمر شرح النظام الجديد والمبادرة الجديدة، وتم دعوة جميع المقيمين والمؤسسات إلى التحويل إلى منتجات الإضاءة الفعالة الموفرة للطاقة. طبعا النظام المعتمد من قبل مجلس الوزراء في نهاية عام 2013 وبيكون تطبيقه خلال 6 أشهر من الإطلاق النظام، معناته في بداية جولاي أو بداية يوليو بيكون مطبق على مستوى دولة الإمارات. النظام يساعد على 3 أجزاء. أول شيء إحنا عندنا وايد منتجات رديئة الجودة. النظام هذا يساعد بيكون حسب مواصفات الإماراتية بتكون منتجات فعلاً حسب الجودة إحنا نبغاها. الشيء الثاني بيكون نظام يساعد على استهلاك الكهرباء في المنتجات هاي. في دولة الإمارات عندنا جميع المنتجات الموجودة حاليا اللمبات العادية تستهلك كهرباء وايد، وفي خلال النظام هذا بنمنع اللمبات العادية، بتكون اللمبات على مستوى المواصفات احنا عندنا. والشيء الثالث بالنسبة للمواد الكيميائية الموجودة في المنتجات هاي، ستشهد الدولة إدخال منتجات إضاءة آمنة وذات جودة عالية وموفرة للطاقة إلى الأسواق، بالإضافة إلى التخلص التدريجي من منتجات الإضاءة منخفضة الكفاءة والجودة. ومن شأن هذه التدابير خفض استهلاك الكهرباء وبالتالي خفض انبعاثات الكربون نتيجة عن خفض الاستهلاك الكهربائي، إضافة إلى تحقيق توفير مالي للسكان والحكومة.